قميصك من ينشرونه تصب دموع الزهرة تشوف مخاضب بدمك تجر ونا وتجر حسرة تضج الأملاك وياها ومدامعها على الخد تضج الأملاك وياها ومدامعها على الخد تنسى ضربة المسمار وتنسى لطمة الخد وش تسويها قميصك تا خذت شمة وتصيح بصوت آي حسن يا بعد الروح يا الغالي تظل مرمي على الغبر رداها بالدمى مخضب وقميصك بالدمى مخضو صدرها بصدرها مصايا وبمسمار وصدرك بالسهم مصيو تنسى كل مصايبها عليك دموعها مصبو بلا يا راس وتشوفك أويل بحالة قشرة وحسيناه هو إماما وانت وش حالك يا مؤمن لما يهو الهلال عاشورها انت في أول الأول المحرم ولكن قلبك وين روحاي قلبك يذهب إلى اليوم العاشور وما جرى في ذلك اليوم وكأن الأخبار تلامس أذنيك أي تلك الأخبار ها يا مؤمن جان الخبائر عنيك يا طافي الغاضرية يقولون عندك فتتها وشبدي الزكي يقولون عندك ما بقى شيخ ولا شاق حتى رضيع حسين قال ضمني العطش ذا وبساعة ويا حدى راس بنت المرتضى شا ومن بعد عيزها لبسته ثياب الرزي حسين وحسينا حسين و بعد شنو الأخبار يا مؤمن هذا الخبر العظيم ها على قلبك ها خبائر عنيك يا غاضرية صعب ينقال يقولون الظالم صعد صدر الولي بن عبد وحسينا
خبر عنيك يا غاضرية صعب ينقال، يقولون الظالم صعد صدر الولي بن عم. قلنا يا عجيبة ما صار بكربلة زلزال، وحسين متربع على الصدر الدعي، وحسينا بعدها وش عندنا ها في هذه الليلة؟ في هذه الليلة من نتذكر وإمامنا؟ نتذكر الإمام المهدي بأبي وأمي. فلأندبنك صباحا ومساء. الإمام المهدي بأبي وأمي وين يروح يا مؤمن؟ ها شوف هذه الأبيات، هذه الأبيات التي تتضمن نوعا من الخيال، وكأنه يأتي إلى قبر قبر جدته الزهراء، أمه الزهراء، بأبي وأمي. يجلس عند ذلك القبر يعزي الزهراء بأبي وأمي بمصاب جده الحسين، يتذكر تلك المصائب، يربط هذه المصائب بما جرى على الزهراء بأبي وأمي. إجا المهدي القبر أمه يعزيها بمصاب حسين، يقلها كربلة ما تصير لولا كسرة الضلعين. يا يما يا يما يا ثوبك اللي فيه بعصرة صدرش تهشم، بالله لا تنزعينا ومنه لا تمسح الدم. ها وتعالي وياي يما ندور من ماتم إلى ما تيم، ويا الشيعة خلنا النوح ونهل دموعنا حسرة. تعالي تعالي يا يمه تعالي بضلعك المكسور، واللي ما برصوابه وعن عينك الملطومة لا تشيلي العصابة، وصيح بكل حسينية يا حسين ومصابه، وانا بصيح يمه وياك وحيدر والزكي وياسي. يا يمه يا يمه لولا حرق الباب من حرقت الينا خيام، ولو ما فدك سلبوها، ولو ما فدك سلبوها، يا ما سلبوا ونسوا ايتام، وبصبرش على الالام قاست زينب الالام، وضربوها على المتنين مثل ضربك على المتنين، وما سالت يا يما دموع لو ما سالت دموعك، وما من كسرت ضلوع حسين لو من كسرت ضلوعك، وروعة زينب بعاشور سببها كل من روعك. علي لقبالك تقيد شابه قيد ابو الحسن. بعدها بيات الدعاء، واسألك الدعاء، مسماير الصدر يمه في ارض الطفوف انعاد، بسهم مسموم ومثلث وقع في قلب أبو السجاد، ومسامير أربعة نشمت برقبة زينة العباد، ودم يسيل كل ما راد يتحرك شمال ويمين.